فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي ابن قد استولى على مبلغ من المال من مالي. لي ابن قد استولى على مبلغ من مالي دون علمي وأتلفه، فهل يجب علي أن أجعل لإخوانه مقدارا كهذا المال؟ أنت ما أعطيته، طالبه بالمال ولا أنت ما أعطيته علشان تساوي إخوانه؟ نعم، لكن لك الطالبه بالمال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.